في عالم يشهد فيه التنوع البيولوجي تدهورا مستمرا، يعتبر مستقبل البشرية في خطر. لم يعد الفصل بين التنمية والتدهور البيئي خيارا، بل ضرورة حيوية. كما تعرفوا شهدت تونس وكافة مناطق العالم بوضع صعيب جراء انتشار فيروس الكورونا اللي كان ناتج عن انخلال المنظومات الطبيعية والتوازن البيئي بعديد المناطق، وهذا اللي خلى المجتمع الأممي يمشي في اتجاه أنه السياسة معناها خلال الفترة القادمة ترتكز أكثر لكل ما هو عنده علاقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي البري والبحري. بالرغم من عدم إعلان جزر قورغيا كمحمية بحرية بصفة رسمية، تم إحراز تقدم هام في عملية الحماية على أرض الواقع. تم اتخاذ الإجراءات للانطلاق في استكمال إجراءات إعلان جزيرة قورغيا وجزر تونسية أخرى كمناطق محمية، وثم ما لا يقل على 1.5 مليون دينار اللي ماشي يتم تخصيصهم لدعم حماية المنظومة البيئية بجزيرة قورغيا، ولا سيما هنا نقولوا السلحفاة البحرية كاريتا كاريتا. يعتبر اعتماد خطة لإدارة جزر قورغيا في عام 2015 بمثابة خريطة طريق للحفاظ على البيئة الطبيعية. لب الموضوع هو في كلمة التصرف المشترك، بل كما كنا نعرفوا أنه المتصرف الوحيد في الاسباس ناتوريل في تونس الكل هي الإدارة والليزورغانيزم اللي يتبعوا الإدارة الكل، لكن توا كان خيار الوكالة وخيار الدولة التونسية الكل هو تشريك المجتمع المدني، وعلى هذا كان احنا اليوم في قورغيا نحكيه على تصرف مشترك بين الإدارة المتمثلة في وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وجمعية أزرقنا الكبير. خدمتنا خدمة التصرف في جزر قورغيا تنقسم لدو بارتي، بارتي من هنا من الإدارة توسكي بريز دو كونتاكت مع لي باير دو فوم مع لي بارتنير نتاعنا الكل، وخدمة كبيرة سور تيران اللي قايمين بها لي زيكو غارد اللي نحب نحييهم برشا برشا، ستاف بيرمانون نتاعنا ونتاع الجمعية، وزيد لي بينيفول ولي فولونتير اللي يجيونا من العام للعام ويعاونونا برشا برشا في الخدمة وفي التولي سويفية اللي نعملوهم على جزر قورغيا. في قورغيا يعتمد الحفاظ على الجزر كذلك على أنشطة التوعية البيئية والإنقاص الضغط اللي على طريق البر، دونك عشتوت اللي هي مش كبيرة برشا في جزر قورغيا واللي هي مهمة ياسر لتعشيش السلاح في البحرية، دونك قررنا أن نعمل مسلك بري يمر من أول الكابان ولا كوخ السنسيبيليزاسيون ويوصل حتى منطقة الآثار. عملنا سنتي سومارا، دونك هو مسلك بحري اللي زائر ينجم يجي يزور ويشوف تحت الماء معناتها كائنات حلوه ياسر، ما غير ما يصطاد ما غير حتى شيء، جوست وبال ماسك تيبا ما تسحقش حاجه كبيره. من اهم الحاجات اللي تحيط بالجزر قورغيا هي معشبات البوزيدونيا واللي هي تتسمى كما باش نحميو احنا السلحفات البحريه، معشبات البوزيدونيا هي راهي ماهيش كانوا يسحفوا السلحفات البحريه، هي لي بومون دو لا مير، دونك رئتي البحر اللي هي حتى الإنسان في حد ذاته هو يتأثر بتأثرها مع تغيرات المناخية اللي ولات نشوفوا برشا مشاكل بالنسبة للمواء البحرية هذية ولا المعشبات هذية، دونك ماذا بيتنا احنا زادة ما نزيدوش من الامباكت متاع الإنسان على المعشبات هذية. في البحر كما في البر كل شيء مرتبط ببعضه، تضمن حماية البيئة حياة بشرية في أفضل الظروف ومستقبلا مستداما يتم بناؤه بتآزر الجميع.